دباير نانا دباير نانا دباير نانا. صباح النور اختي العزيزه، ان شاء الله نهارك مزيان. ما دامك قاعده تسمع في اسمه مزيان اليوم يا لالا، باش ندبر عليك دباره تعمل 66 كيف. دبارتي متاع اليوم لبنات تونس المزيانات اللي تحب كل صباح تخرج بالقده والهمه، واللي ساعات بقعد بشها بقله من الحمير. هذا الكل يصير اخر دقيقه بعد ما تكمل مكياجك وتجي تلبس في حواجك وانتي مزروبه على وقت الخدمه، اوب ويتهلك الدبش. ام المعروف البلايص هذوما يتنحوا بصعوبه يا بنيتي، ما غير لا تخمم ولا تحير. اسمعني وركز معايا في اللي باش نقوله لك. عرفتوا اللاك متاع الشعر اللي يستعملوه الحجامات؟ اي نعم، هيك هيك هوي بخبخ بيه على البلاصه دقيقتي بالوقت، شيح البلاصه ومن بعد اغسلها القطعه والبسها وانسى البقايا الكل. اي توا نخليك ونقول لك ان شاء الله نهارك مزيان. دباير نانا دباير نانا دباير نانا.